نضحك مع بعض الاخ ونحضر مثلا مسلسل يمكن متابعينه حلقه عن حلقه، ثاني يوم نبكى نتحمس لتجي الحلقه، بنحضرها ثاني يوم هيك بضلها ماشي. مين الابطال فيها يعني؟ يعني ايش شغلهم؟ يعني هم بيدافعوا عن وطنهم. مثلا يبكوا هذلاك بيهربوا، هذول يعني مثلا بيمنعوهم يهربوا بريه البلد، يجيبوا شيء يصادروا شيء على بلد. يعني شرطيين هن؟ مع الشرطه بس هم بيشتغلوا لحال. فكله اكشن وهذا يعني طخ وهذا طخ وكل اكشن هذا. كمان انا بحب هيك. ايش طاقات يعني خفيفه، راح بنحضر بالنهار، بالليل ما بنحضر. تطفي الطاقه خلص من مره، طاقه شمسيه هي اللي بتضويهم. لما تطفي خلص بتطفي كل شيء. الواحد بحب انه يغير وقته، بحب يشوف وبحب يطلع، يعني تريح نفسيا. يبقى في شغله شايف كيف الحماس الواحد منه شو يحضر، بسرح في النعجات والمغرب بيجي بيشتغل فيه، والصبح بناء المغرب بينام والصبح بكون بسرح. بس يعني انت صغير شغلك هالقد صعب، ليش ما ليش انت مش بالمدرسه؟ واحد يعني مثل نحن الواحد عايش مصلحته عشان الطرق والهذا، الواحد ما بقدرش لا يصل المدارس ولا شيء. الواحد لما بده يروح على المدرسه يلبس له شغله عامله جلاط والدنيا منخفض وشتا والكتب ينبلين، وش اذا بدك تروح على معلم كان لك المعلم ليه هيك مبلين وليه هيك انت جلاطه سوينا الشارع تمنا نطلع عشان التراكترات والسيارات تفوتن. فاجوا جرفوا لنا اياها مرتين. يعني مين جرفها؟ اليهود. اليهود الجيش يعني. الاحتلال. فعشان ايش تركنا المدرسه؟ باي صف تركت؟ لا خلصت 10 يعني بدايه الاول سنه وما قريتش. ايش حدا بيدمش انه ندشر المدارس؟ لانه المدارس هي علم. كلنا لما نكبر بنعرف شو لقدام نفكر، لان الواحد درجات هي بالتفكير وبكبر عقله. فالمدرسه بتعلم كل سنه عن سنه بيزيد تفكيرك وبتتعلم اكثر. وصلنا لتفكير في اللي احنا وصلنا للصف العاشر. عشان هيك ما صحلناش ان نكمل نتعلم اكثر.